معنا الأستاذ محمد، يبدو أنه ليس معنا. معنا الأستاذ طيب. محمد عمراني أبو خبزة. أستاذ أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم سيدي. هذه الحادثة الحزينة أيقظت مشاعر إنسانية وعززت من روح التآخي والتآزر والتضامن، ليس في المغرب فحسب بل في دول العالم أجمع. وبالفعل أن كما يقال ورب ضارة نافعة، وقضى الله وقدره، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الحادثة أن يوقظ مجموعة من القيم التي ربما مع الأحداث، مع الخلافات، مع النزاعات، مع التعامل مع جائحة كوفيد إلى غير ذلك، أن مجموعة من القيم كنا نظن أنها توارت مع هذه السياقات، ولكن بواقعة واقعة ريان يمكن أن نسميها، تم إيقاد هذه القيم الإنسانية النبيلة. هي قيم كونية، لم يكن هناك اختلاف ما بين الأديان، فالأزهر الشريف والفاتيكان ومجمع العلماء المسلمين إلى غير ذلك، الكل دون استثناء أنه أثار هذه المسألة والتضامن، ولكن ربما يبقى أهم هو أنه كيف الآن العالم ينظر إلى المغرب، إلى المجتمع المغربي، إلى قيم هذا المجتمع. طيب. فقيمة التضامن هي ليست قيمة بسيطة، هي قيمة هي التي تسمح باستمرارية الأمم. فهذه القيمة هي التي سمحت لمجموعة من التجمعات البشرية أن تستمر عبر التاريخ. مدى العمراني أبو خبزة، نحن نشاهد أيضا في الصور التي الآن تبث عبر شاشة ميدي أن تي في التحضيرات الجارية من أجل صلاة الجنازة، وأيضا من أجل مراسم الدفن كما يليق بروح الروح الطاهرة للطفل ريان أورام، وكما هو أيضا راسخ في التقاليد المغربية وفي النموذج المغربي للتدين. أريد أن أسألك، لأنه كان هناك بكل تأكيد صفحات التواصل الاجتماعي كانت تضج بأين سيدفن الطفل ريان، أين تتم مواراة جثمانه الطاهر، هل في الرباط، هل في مكان آخر الآن سيدفن في قريته في مسقط رأسه؟ نشاهد في الصور أيضا إقامة مصلى فسيح من أجل إقامة شعيرة صلاة الجنازة وأيضا مراسم الدفن إثر ذلك. ما الذي يجسده هذا أيضا الإصرار على استمرار مبادرة التضامن والتآزر حتى فيما يتعلق أيضا بمراسم الدفن والمراسم الجنائزية الأخرى؟ تفضل. هو هنا ربما التعبير كبير جدا، على اعتبار أن مسألة التضامن هي ليست مسألة لحظية، هي ليست مسألة عابرة، بل هي مسألة مبدئية وأساسية وثابتة. إذن ليس فقط بمجرد أن تم إخراج ريان من الجب انتهت التضامن وانتهت رمزية التضامن لدى المغاربة، بل على العكس من ذلك، أن هذه المسألة ستبقى وستستمر، لا أظن أنها ستتوقف مع هذه الشعائر القائمة الآن أو التحضيرات المتعلقة بصلاة الجنازة ودفن الملاك ريان. لنا الاعتقاد الجازم بأن هذه المسألة ستتواصل من خلال ربما أمور تكون لها رمزية كبيرة في المستقبل، من خلال كون أن هذه المنطقة لن تكون منطقة لن يتم نسيانها بمجرد الانتهاء من دفن الملك ريان، بل ستستمر مع الوقت، وسيكون لقبر ريان رمزية كبيرة جدا بالنسبة للمغاربة، وليس فقط للمغاربة، لأن بدأنا نرى عبر العالم كيف أن هناك شاهدت بعض الأطفال الذين وضعوا قبر شبيه بقبر ريان ويضعون حوله الأكاليل، فبالتالي أن هذه المنطقة
ستبقى دائما تتذكر ريان، والمغرب دائما سيبقى يتذكر هذه المنطقة من خلال ريان، هذه المنطقة النائية في العمق المغربي. ربما قد يكون لريان أفضل كثير عليها، قد يكون لأهالي هذه المنطقة الكثير مما سيجنونه من نفع من خلال وجود قبر ريان. طيب، فقبر ريان ليس كباقي القبور. طيب، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد العمراني بخمسة.